وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أخيرا، هذا الصوت العذب البكاء لسفير القرآن كما لقب لا يسمعه العالم الإسلامي بعد اليوم إلا في التسجيلات التي أثرت أرشيف الترتيل والتجويد. الشيخ المصري الشاب عبد الله كامل توفي أثناء جولة له في الولايات المتحدة، متماً 38 عاماً عاشها مع القرآن وللقرآن الذي حفظه بطريقة بريل حيث ولد كفيفاً، وقد نعاه عارفوه حول العالم الإسلامي الذين عرفوه زاهداً في الدنيا وفي تكاليفها. هنيئاً للذي رزق القناعة ولم يجزع لهم العيش ساعة، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.